سعيدين جدا بوجودكم معانا رماز، ازيك؟ ان شاء الله انت طيبه، واهلا تمام. بك ابونا ياسر محمد الله الامين، الله يبارك يديك فيك الصحه يا حبيبي، والعافيه. الله يسلمكم. مرحبا بكم في قناه الشروق، منورين الليله في الصباح. قبل ما جيت وسالت وقلت لكم الليله قمت بدري، قلت لهم متعودين على قومه الصباح يعني. اي صح حقيقه. اهلا ومرحبا بكم في قناه الشروق. و ياسر، الناس متعودين الخريف ده مرات كثيره لما يتكلموا عنه في الاعلام بيتكلموا عن الاثار اللي بتصاحب يعني الاثار السالبه. لكن الفيديو بتاعكم ده غير شكل الخريف بالنسبه للناس يعني. بعدين ما زالت قاعد جالسين في شاطئ النيل، فكده ورينا احساسكم انتم في الخريف في الجزيره سلانج والمنطقه اللي انتم فيها دي، ده مجرى سيل يعني. والله في الحقيقه طبعا ربنا مش رايد للحكايه دي تتنشر يعني. الحمد لله. فالمهم نحن اساسا يعني انا مع بناتي، انا عندي بالمناسبه 4 بنات. ما شاء الله، ربنا يحفظهم ان شاء الله. وبغني معاهم وبلاطفهم وبتونس معاهم عادي بيني وبينه. فارمازي انا صوته حلو يعني، برتاح ليه لما تغني. فمشينا الخور ده جنب البيت يعني. فتحنا الباب طلعنا من البيت مشينا قعدنا. المهم قلت له عليك الله غني لي اغنيه. بعدين زي ما بيقولوا الجو فارض نفسه. اي قامت قالت لي يا اخي شيلها مع، قلت لها انا بشيلها معك. قالت لي خلاص بغني. المهم رشيد كان بيلعب بالتليفون وبسجل وبصوره، فقام مسجل الفيديو ده. فالمهم الفيديو طبعا اخذ رواج، وفجاه كده الناس بيرسلوا لي يضربوا لي في التليفون. لما رجعت لقيت الرشيد نشر الحكايه، العالم كله عارفه. فكان يعني اغنيه حلوه والناس اتكيفت منها، وكان يعني التعليقات ايجابيه وحاجه كده. المهم لا. طيب رماز، انت يعني بتحب الغنى شديد، وحتى يمكن السيد الوالد قال انت يعني لما اغنيه تعجبك بتمشي تساله وتقول له دي اغنيه شنو والغناها منو كده. الحاجه دي انت من بدري شديد ولا بس هسه يعني معاكي في المدرسه مع الدوره المدرسيه وكده؟ انت ما شاء الله في سنه سابعه لسه صغيره يعني. لا يعني من زمان، كنت في سنه رابعه صغيره بسمع ابوي ده كان بغني. لما اشوفه بغني يعني بحفظ منها كم مقطع كده بردده، لما اقوم احفظها وبقوم تاني بغني. اكثر اغنيه كان بيغنيها وكانت عاجباك شنو؟ لانه حتغني لنا منها مقطع واحد بس. قصه الخنتيله. طيب غني لنا منها مقطع واحد. وصفة الخنتيله جمال تاجو يرمى في مسيلة كفاك يا دمي. الخنتيلة جمال تاجو يرمى في مسيلة وهاك يا زمي. ريحتي كثيلة قلبي بتشابه حساب ترديلة كفاك يا زميل. الوصفة الخنتيلة جمال تاجو يلوى في مسيلة كفاك يا جميل. شكرا جزيلا والله، جميل جدا. نحن حنمشي فاصل وحنجي بعد الفاصل نكمل معاكم ومع كل المشاهدين الاكارم الجلسه الفنيه الجميله دي، خليكم معنا.